في اكثر من 220 جامعه من انحاء العالم، الطلبه يجون خلال 3 أيام هذه يطالعون شو الموجود. مهم جدا ايضا وجود جامعاتنا الموجوده هنا. خلال المعرض هذا تلقى بعض الجامعات تعطي بعض المنح الدراسيه، تقدم او تطرح بعض البرامج الجديده تواكبا مع استراتيجيه الدوله في القطاعات الجديده مثل الذكاء الصناعي، الفضاء، الامن الغذائي، السعاده. ففي تنسيق كبير في الموضوع هذا، لان مصلحه الجامعات ان هاي البرامج تواكب سوق العمل. رؤيتنا تأتي وفقاً للخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال التطور في من جميع المناحي. على هالأساس نحن نتطرق إلى الموضوعات اللي بتهم الدولة وتطور الدولة، فعلى هالأساس نحن طارحين برامج في المجالات اللي هي الهندسية والإدارية والقانونية والعلوم. قدمين عدة برامج للاعتماد الأكاديمي في مجال الحماية الإلكترونية سايبر سيكوريتي والارتيفيشل انتليجنس والروبوتكس، وكمان نفس الوقت عم نطلع مستقبلاً لبرامج في مجال الطاقة المتجددة. اختصاصي هو الهندسة الميكانيكية، مشروعنا هو طابعة 3D برنتر، هدفه هو التصنيع، هو المصنعية، زيادة الانتاجية، لأن الطابعات موجودة حاليا انتاجاتها بطيئة وتصنيعها بطيء. هذه الطابعة تعتبر أسرع طابعة 3D موجودة حاليا.